هاي بتضم بلدان العالم مجموعة من الأدراج المميزة اللي بتختلف بشكلها وأماكن بنائها، وهي جزء من حضارة ومعالم هالبلدان. أدراج بوتمكن بأوديسا أوكرانيا بتضم حوالي 192 درجة، وكانت بالسابق بتضم أكثر بكثير، ولكنها فقدت بعض درجاتها تحت الرمال بفعل العوامل الجوية الطبيعية، وهي من أغرب السلالم بالعالم ومدخل لمدينة أوديسا من جهة البحر. سلالم سانسوسي بألمانيا يلي انتهى بنائها سنة 1747 تابعة للقصر الصيفي للملك فريدريك العظيم، وهي من أطول السلالم بالعالم ومكونة من 132 درجة. سلالم الهايكو بهاواي من أعجب وأغرب السلالم بالعالم، وبتتكون من 3922 درجة، ورغم خطورة صعودها إلا أنه عدد كبير من الناس بيزورها. مين قال أنه السلالم الإسبانية بروما المكونة من 135 درجة تعتبر من أشهر أماكن جذب السياح بإيطاليا؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.